مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية، مساء الإبداع. مساءنا معاكم مع ديكوباجنا بالمصري وريهام الكيلاني. النهاردة الحلقة يعني أميرة لما اتصلت المرة اللي فاتت قالت أنا عايزة أعمل لوحات لولادي، والله انتظرت إنها تبعت لي بس هي ما بعتت ليش الصور. فإحنا هنشتغل النهاردة لوحات، ودي أول الحاجات اللي أنا اتعلمتها الحقيقة، وسهلة جدا ولذيذة وفيها فن وإتقان. إحنا هنبدأ نعمل لوحات صغيرة زي اللي قدامنا دي كده، بصور ولادنا، صور انا بصراحه النهارده جايبه صور بناتي الاثنين، لولاد لا خناشير مش هجيب صور لولاد، احنا هنجيب صور البنات. فاحنا نشتغل النهارده على صور، تلات لوحات هنعملهم مع بعض دلوقتي على الهوا ان شاء الله. يلا بينا نبتدي. نبدا كده، دي صوره ندى بنتي، ودي صوره سهى هنعملها، ودي صوره بنوته كده جميله قوي حبيتها تبقى في وسطهم كده ظريفه. يلا نبتدي. اول حاجه طبعا الخشب هيختلف بقى عن الاطباق وهيختلف عن الازازه اللي كنا اتعاملنا معاه. اهم حاجه في الخشب الصنفره، وعشان يعني ايدينا ما توجعناش، في حاجه كده بتتجاب للصنفره، بيتركب عليها سكوتش وببدا اصنفر بيها. طبعا انا مصنفره كويس جدا جدا في البيت، فببدا اصنفر جدا كويس جدا جدا لغايه لما احس الحاجه تحت ايدي ناعمه جدا، بصنفر كويس. بعد كده بنبدا ناسس بالجيسو اللي احنا قلنا عليه، اللي هو دهان بلاستيك ابيض عادي خالص، نحط عليه بودره تلك وهنحط عليه شويه ورنيش. يلا بينا نبدا وناسس ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ناسس طبعا اهوت، عشان ايه انا مؤسسه، بس هندوس على شويه حاجات عشان تنشف بسرعه. زي ما انتم شايفين انا مؤسسه، بنلقط بس حاجات بسيطه كده، انا مؤسسه ومصنفره طبعا كويس جدا وناعم جدا، لان طبعا الموضوع بياخد وقت والحلقه وقتها ما بيكفينيش. فانا بأسس واسيبها تنشف وبعدين اصنفر لغايه لما احس ان الحاجه تحت ايدي ناعمه جدا، زي ما انتم شايفين كده ناعمه جدا. ابدا بقى بفرشه و ألزق الصور. أنا قصيت الصور طبعا على حجم الحاجة اللي عندي، على حجم التابلو اللي عندي، قصيت الصورتين وهنبدأ نلزقهم. هنجيب ورنيش مائي، خفوا حاجة مية بسيطة كده، يا ريت نشوف كده إيدينا تبقى مع الكاميرا. تمام كده، اهو الورنيش المائي اهو، تمام كده. احنا بس بنحط الورنيش المائي ومش بكمية كبيرة يعني، عشان هو اللي هيلزق لنا، بس المهم ان احنا ما نسيبش حتة مش محطوط فيها عشان ما تعملناش بابلز وعشان ما تعملناش فراغات. خلاص اهوت، واللوحة التالتة برضو اهيت، انا ظبطتها برضو ورنشتها اهي بالورنيش. تمام، عشان يلحقوا ايه نلزق التلاتة ان شاء الله، نطلع التلات لوحات جميل. تمام كده، تمام ماشي. هنبدا بس نظبط الزوايا، الصوره قدامي اهيت، انا اللوحه عندي فيها تعريجات كده، انا ظبطت الصوره بالظبط على التعريجات اللي انا عاملاها ماشي، والصورة التانية برضو جبتها وظبطتها بالظبط على الزوايا. نبدأ نلزق بقى، يلا بنحط اهوت وبنظبط كويس جدا، وزي ما قلنا بكرنيه ببطاقة بأي حاجة، أنا شخصيا عاملاه بكرنيه محمود ابني هيضربني لما أروح. بنجيب بقى زي ما قلنا حاجة شفافة بلاستيك موجودة في كل حاجة، ونبدأ نفرغ الهواء. دي خطوة مهمة جدا، وإلا هتلاقي الصورة مليانة بابلز واستحالة هتلاقيها إنها طابعة على الخشب، عمرها ما هتبان طبيعية أبدا. أهوت أنا يعني يا ريت إيدك معايا، يعني إيدي كده تركيز بس عليها أهيت، اللي بفرغ الهواء. دي خطوة مهمة جدا، بسحب تمام،
نوسع بس كده عشان الكاميرا مش جايبه. هفرقه انا بعد كده على ما الحاجه تنشف نقعد نفرق براحتنا اهوت. والصوره الثانيه خلاص احنا الصوره الاولانيه لزقناها، الصوره الثانيه اهوت. نفس الحكايه من جوه لبره ببدا افرق. يعني كل حد النهارده ممكن حته خشب صغيره عنده كده في البيت يطلع لوحه لابنه او بنته جميله جدا. طبعا احنا هنلزق وكل حاجه وهنسيبها تنشف وهنبدا بقى نعمل فيها، نحط فيها بقى شويه حاجات بستنسل. وجايبه لكم الستنسل النهارده اوريكم بقى ازاي نعمله وازاي نشتغل بيه. والتالته برضو التالته اهيت، الصوره التالته برضو معايا اهيت، برضو هلزقها نفس الطريقه لغايه خلاص كله تمام. نبدا نمسح بس اي زوايد عندي بشيلها عشان ما ابوظليش الدنيا. ابدا اشوف تمام اللوح عندي تمام. اهم حاجه وانا بشتغل انا بنظف جنبي المكان اللي انا بشتغل فيه عشان ما يلحوسليش الدنيا ويبوظ لي الحاجه اللي انا بعملها. في اي بابلز؟ مفيش اي بابلز في الصوره خالص. ادي الصورتين اهمت اتلزقوا تمام. ابدا بقى الحروف بايدي بس لو في اي زوايد اظبط الحرف بايدي اهو طبعا عشان القص يبقى مظبوط. وابدا اشيل اي زوايد بالمنديل. طيب احنا بدانا الحمد لله اللوحتين مفيش اي بابلز جت معايا، بس نشوفهم كده في الكاميرا. بنوتاتي حبايبي اهمت. فطبعا الحمد لله فضل الله مفيش اي بابلز خالص في الصور، مفيش حاجه. طب هل تمام كده؟ احنا لو سيبنا اللوح كده حلوه قوي وجميله، بس انا مش عايزه اسيبهم كده، احنا عايزين نعمل برضو فيهم حاجه يعني بحسب شخصيه كل واحده فيهم بقى. يعني كل واحد عارف بنته ايه ابنه ايه، ممكن يحط له تاتشات كده على حسب الشخصيه وعلى حسب الصوره هي فيها ايه وممكن نعمل ايه. طب نشوف كده سهى الاول هنعمل معاها ايه وبعدين نشوف ندى. نمسح. هو طبعا يستحسن طبعا ان انا اسيبهم ينشفوا شويه، لكن احنا بقى عشان على الهوا هنبدا ايه نعملهم تمام. انا اتعمدت ان الصور ما تكونش بالظبط على قد الحاجه بالظبط عشان احط انا تاتشاتي. يعني مثلا الصوره بتاعت سهى فيها اكتر شويه ذهبيات والخلفيه فيها ذهبي وكده. طب احنا هنعمل الاطار ده كله بتاع سهى ذهبي ونظبط ونعمل له تاتشات شويه. ندى الصوره بتاعتها فيها بينكات وخضره، بينك خضره كده، فممكن جدا ان احنا نبدا نعمل لها ايه حاجات ايه بينكات برضو ندخلها حاجات بالستنسل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ادي سهى نبدا بيها. نبدأ هنعمل تاتشات ذهبي. يعني ادت بقى مع رمينا مع نفس لون الشغل اللي مع سهى فطلعت ظريفة جدا. طبعا هتبقي في منتهى السعاده وانتي بتعملي حاجه لبيتك ولادك. يعني انا شخصيا في منتهى السعاده جدا وانا بعمل صور بناتي دلوقتي. ربنا يباركي فيهم يا رب، وولادي ربنا يفرحني بيهم بقى، وان شاء الله اعمل لاحفادي قريب اهو. فانتي هتبقي بتعملي حاجه، واعتقد خدت مننا ايه، خدت من هو طبعا في البيت، بس هياخد منك الوقت الصنفره، هتاخد منك وقت شويه،
والتأسيس الحاجة، احنا قلنا التأسيس اللي هو بالجيسو او بالدهان البلاستيك وعليه البودرة التلك ومقدارين ورنيش مائي عشان يمسك شوية كده ويديله لمعة. اهو خدنا وقت، ما خدناش وقت خالص خالص. تمام، عملنا دي اهيات بتاعت ندى، بتاعت سهى. نشوف بقى بتاعت ندى. ممكن ندى احنا قلنا شوية البنك هيمشي معاها اكتر قوي، بس نكون حريصين ان طبعا المفروض استخدم سبونشة تانية خالص، بس يبدو ان انا ما قداميش غير دي دلوقتي. قلنا شوية هي عندها الالوانات بتاعتها على بينك شوية، فاحنا هناخد لها اللون البينك، هيدي لها يعني هيرمي على صورة. كل صورة يعني انا اتعمدت اجيب الصورتين ليهم الاثنين، وكل واحدة الخلفية بتاعتها مختلفة عن التانية. احنا بنعمل اهوت، شايفين اللون، اللون ماشي جدا جدا مع الحاجة دي. بقى حاجة طبعا بترجع لاختياراتك ولذوقك، بس احنا بنشوف يعني بنقرب ايه اللون اللي غالب في اللوحة دي نعمله، ايه اللون اللي غالب في اللوحة دي نعمله، وطبعا تاخدي رأيها، تاخدي رأي بنت. انا طبعا بناتي ما يعرفوش اصلا، انا كنت هطلع لهم الصور على الهوا كده ولا خدت رأيهم، فمش عارفة بقى، ربنا يستر بعد الحلقة هتبقوا انتوا تيجوا تدافعوا عني يعني. اللون في منتهى الجمال، يا ريت نركز عليه كده الكاميرا. اللون في منتهى الجمال، حلو قوي. واضح كده ظاهر البرواز اهو تقريبا كده اهو. تمام، نبدا بقى نحط كل حاجه، كل واحده حاجة كده معاها برضو ماشية مع شخصيتها وماشية مع طريقتها. مثلا نجيب مثلا لون ماشي مع صهر شوية. ايدينا دايما تبقى نظيفة، ايدينا بتتمسح كويس قوي عشان ما فيش حاجة تمسك مكان حاجة. تمام، هبدأ بقى اشتغل بستانسل. يعني ايه ستانسل؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت وريناكم حاجة منه، لكن برضو هوريه لكم اكتر المره دي. اهو ستانسل بلاستيك، هعمل لندى باللون اهو ستانسل. هبدا ستانسل بقى، مهم قوي ان يعني الكاميرا تركز معايا عشان انا عايزه يطلع الحاجه واضحه شويه عشان اللي قاعد في البيت يعرف ازاي هيستخدم الستانسل ده. ندى قاعدة يعني في خضرة وجنينة وكده، فهعمل لها ممكن عصافير شوية، أشجار، حاجة تتناسب شوية مع الحاجة اللي عاملاها. طيب تمام، دلوقتي احنا معانا هنا الحاجة اللي بتفرد المعجون ده، دي اهي يا جماعة، يا ريت نركز عليها الكاميرا، بتفرد المعجون. طب انا ما عنديش دي يا ريهام في البيت، اعملي بالكارت، بالكارت، الكارت اللي احنا استخدمناه بتاع، يا ريت نركز، لو مش دي لو مش دي يبقى دي. ماشي، نبدا بقى ناخد من المعجون. انا هاخد لندى البينك لان احنا حاجتها بينك، فهاخد منها. طيب نركز كده، بيقولوا معانا مداخله ناخدها. ماشي، اتفضلي. مين معايا؟ اهلا اهلا بيكي يا ساره. استاذ ريهام، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بستفاد منك جدا بجد، وعملت طقم توابل بالمره اللي فاتت وبجد طلع حلو معايا جدا، ما كنتش متوقعه كده ابدا. طب جميل جميل، برافو جدا، برافو بجد. يعني انا عايزه اقول ان الموضوع طلع سهل فعلا، ومحدش سهل، ده اللي احنا بنقوله. الناس تبدا بس، الناس تبدا بس، بجد بيطلع في الاخر هو مش زي ما انا كنت متوقعه قبل ما ابدا، بس طلع معايا في الاخر حاجه حلوه قوي بجد. ده جميل جدا، ده انا مبسوطه جدا جدا يا ساره. انت منين يا ساره؟
انا من القاهره. اهلا اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. طب امور يا ساره، في حاجه انت حابه اعملها لك؟ انا دخلت على البيت بتاعت حضرتك على الفيسبوك وعجبني جدا طقم القهوه، بجد اتمنى لو عند حضرتك فرصه تجربيه على الهوا. طقم القهوه ده معشوق الجماهير واكثر طلبا واكثر مبيعا، فاوعدك يا ساره ان الحلقه الجايه هجيب نماذج ليه وهنعمل حاجه مصغره، لان هو بياخد مجهود ووقت كبير جدا، تقريبا من 5 ل 6 ساعات، بس هوريكي ازاي انت تطلعي من الحلقه تعرفي تعمله لي، بس بشرط تبعتي لي اللي انت هتعمليه وتوريني انا هحاول شكله. اعمله، لو ينفع اتواصل مع حضرتك على الفيسبوك وابعت لك شغلي. خلاص طبعا، يا ريت يا ريت، واي حاجه انا بجد تحت انا امرك. متشكره جدا. العفو يا حبيبتي، العفو، شرفتيني يا حبيبتي، شرفتيني. احنا بقى هنبدأ نشتغل بالستانسل على اللوحة بتاعت ندى. مش عارفة كده الكاميرا جايباني كده تمام ولا لأ؟ تمام، عشان الخطوة دي مهمة جدا. هنعمل ايه؟ اولا لازم اثبت ايدي على الارض، ايدي اللي بقى لازم تبقى ثابتة، ولسه هو بس هو المفروض يبقى ثابت على الارض، فهو عشان الكاميرا هرفعه ايه شوية، وهجيب ايدي اهي والمعجون بظهر السكينة وهسحب كده لغايه انا مثلا عايزه العصافير اهو. انا جبت العصفوره اهي كلها اهي، ماشي، ونبدا اهي. بصوا انا باخد ايه، انا باخد من على ظهر السكينه، يا ريت بس الكاميرا تركز معايا، انا باخد من على ظهر السكينه وبعدين ببدا اخد كده، بسحب. دي مهمه جدا 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 الخطوه دي، وفي الاول معلش شويه ممكن ما تظبطش معانا قوي، لكن بعد كده بتظبط وبتبقى روعه. والستنسل ده بصراحه يا جماعه روح الشغل، الستانسل ده روح الديكوباج. اهو بنبدأ اهو، خلاص لغاية لما احس ان انا ببدأ بالراحة اشيل اهو. عملت شكل العصفورة، بس هي جت على وش ندى شوية، فاحنا هنمسحها شوية من على الوش. هي ظبطت، هو معلش انا هسمحكم، بس انا هعمله وانا سنده على الارض، لان انا مش عارفه اعمله وانا رافعه للكاميرا. خلاص انا خلاص كده تقريبا عرفتكم شكله بيبقى ازاي، فهحطه وانا حاطه ايدي على الكاميرا من تحت، على الترابيزه سوري من تحت. تمام، احنا بس ايه هنبدا نعمله تاني بعد اذنكم. اهم حاجه الستانسل عندي يكون ممسوح ونضيف دايما، حتى لو هستخدمه اكتر من مره انا حريصه قوي ان هو يكون نضيف دايما عشان ما يعمليش ايه اثر في المكان. اهو بمسح دايما حاجتي نظيفه. الوايبس لما امسح بيه اي غلطه حصلت بمسح بالوايبس، انا الوايبس لازم اعصره جامد في ايدي كده، انزل منه اي ميه او اي الكحول. ماشي تمام، احنا مسحنا اهو عشان ما يبقاش في اي حاجه ظاهره في الصوره. تمام، هناخد هنا هنعمل لنا ده اي منظر بقى، عصفوره صغننه كده هنا في الجنب، ورده، انا افضل نعمل لها حاجه كده لون الاطار اللي احنا عاملينه، عصفوره صغننه كده اهي. ممكن نعمل هنا كده حاجه زي ورد برضو، بسيط كده جدا شكله حلو، بس لازم الاستنسل ما ينفعش يتعمل وانتي مش سانده ايدي كويس جدا، ولازم تبداي من الوسط، يعني ما تعملي ابداي من الوسط. اوكي خلاص، خليه ده بعيد عشان ما يبوظ لناش الدنيا، ممكن بس خليه تحت شويه. اي حاجه بقى هزت منك، ايدك اتهزت، اي حاجه على طول بمسحها بالايه بالستانسل، بالمنديل وايبس، بعد ما اظبط الستانسل كويس قوي. تمام، عملنا لها عصفوره كده صغيره وشويه ورد من هنا. ممكن جدا جدا بقى نعمل ايه، نكتب بعض الكتابه بالانجليش كده تحت بقى في المنطقه اللي تحت دي، ممكن نعملها ذهبي مثلا، الفرشه اهي فيها ذهبي،
ممكن نعملها لها ذهبي. اهم حاجه نثبت ايدينا، فرشه تتثبت ايدينا فيها. تمام بس كده، هي بس اي زياده بنعمل برضو اهيت. خلاص دي خلاص الحمد لله، والتانية دي خلاص تمام. صها نعمل لها بقى، تحس ان القعدة كده ايه، محتاجة تاج، ملكة محتاجة حاجة. نشوف كده نعمل ده كده، خلاص احنا دقيقة واحدة بس بنعمل التاج اهو في دقيقة، عشان بس برضو الصورة تبقى شكلها كويس. احنا كده ايه، احنا كده عملنا الحمد لله الصورتين طلعوا معانا اهمت اهو، ودي اهي. يا ريت بقى نجيب بس الكاميرا بقى تجيب الثلاث صور اللي احنا عملناهم النهارده. عملنا صور للبنوتين وعملنا صوره الواحده، اعتقد ان هم ما خدوش مننا حاجه خالص، كان تنفيذهم سهل جدا. نشوف بس كل شخصيه، كل شخصيه بس من ولادنا ايه اللي ممكن يمشي معاها وايه اللي يتناسب معاها. اعتقد الموضوع ما بياخدش وقت ابدا، وزي ما عودناكم بنعمل اظرف حاجه في اقل وقت. الوقت زي ما احنا شايفين بيعدي بسرعه جدا جدا معانا. وعايزه اقول لكم ان اللوحات اللي قدامكم دي كانت من اوائل اللوحات اللي اتعلمت فيها وعملتها. ممكن بقى جدا جدا لوحه مثلا نحط عليها برواز عندنا، نحط عليها حاجه، يعني بنحط يعني كل بقى حاجه ولها اللازم ليها. مستنياكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وزي ما وعدت ساره هبدا اعمل طقم القهوه، وان شاء الله نطلع احلى طقم قهوه. واتمنى ان انا اكون بافيدكم واسعدكم. مع تحياتي وديكوباجنا بالمصري وريهام الكيلاني. سلام.